في اسبانيا منين؟ الفلوس دي منين؟ الاهم بقى بالنسبه لي ان كل يوم بيتكشف لنا دليل على انه مش قناه الجزيره هي الضالعه في المؤامره، ولكن النظام القطري ضالع بشكل اساسي في المؤامره على مصر، والجزيره مجرد اداه من الادوات. ربنا يحفظ البلد يا جماعه، لان احنا كل ما بنحط ايدنا في حته الحقيقه بنلاقي فيه خراب كامل. طيب امبارح مثلا انا عرضت لحضراتكم معلومات واضحه وموثقه من صحيفه الحاله الجنائيه للمدعو عبد الله الشريف. عبد الله الشريف ايه اهميته؟ لانه واحد من الادوات اللي بتستخدمها الجماعه الارهابيه الحقيقه في نشر معلومات